أبرز القائمين على إدارة هذا الموكب وتأسيسه منذ البداية أو منذ النهايات الأخيرة، يعني في سبعينيات القرن الماضي وما شابه وإلى الآن؟ يعني إحنا الأسماء إذا نعدها يعني أسماء كثيرة، ولكن حصيلة هذا الشيء كل أبناء طرف باب بغداد من عشائره وبيوتاته يعتبرون هم من الداعمين والمؤسسين إلى هذا الموكب. وزادنا الله شرفاً بأن أكون أنا الآن خادم للطرف، وفي سبعينيات القرن الماضي كان والدي المرحوم الحاج عباس هو خادم الطرف، وقبله في الخمسينيات وما قبلها جدي الحاج عبد النبي هو كذلك خادم إلى طرف بغداد. رحمهم الله جميعاً، ونسأل الله أن يرزقهم شفاعة الحسين حاج، ولك طول العمر إن شاء الله. الله يسلمك.